تهيئة الأراضي الخاصة بمشاريع المدارس الجديدة التي سيتم تنفيذها ضمن موازنة 2023، قيام المحافظات كافة بتهيئة الظروف الملائمة لأداء الامتحانات لجميع الطلبة، وأيضاً القيام بحملة شاملة لتأهيل المدارس خلال العطلة الصيفية، قيام المحافظين بإجراء جولات يومية للدوائر الخدمية للوقوف على سير تقدم الخدمة للمواطنين، تأكيد الشراكة مع القطاع الخاص وصرف مستحقات الشركات المنفذة للمشاريع وعدم التأخر بها، مراجعة الإجازات الاستثمارية الممنوحة في المحافظات لمعرفة المتوقف منها والمنفذ. مقررات الجلسة السادسة: الموافقة على مقترح تعديل النظام الداخلي للهيئة العامة للتنسيق بين المحافظات. قرار: وبسبب تهالك الطرق الرابطة بين بغداد وكربلاء وما يعانيه قاصد العتبات المقدسة ذهاباً وإياباً من وإلى كربلاء، ومع قرب موسم الزيارات المليونية، ولأجل تسهيل التنقل واختصار المسافات لزوار العتبات، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بالعمل على إنجاز طريق جديد يربط بغداد بكربلاء، ووفقاً لذلك تقرر تأليف لجنة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ومحافظات بغداد وكربلاء وبابل، ومدير قسم المتابعة في مكتب رئيس مجلس الوزراء، تتولى اللجنة زيارة الطريق الرابط بين محافظتي بغداد وكربلاء مروراً بمحافظة بابل، وتقديم كشف بشأن جسر الفاضلية ورؤية استراتيجية لتطوير الطريق بما يجعله طريقاً رئيسياً، مع تقديم رؤية عاجلة للتأهيل المؤقت، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوع واحد من تأريخ صدور القرار. واستعداداً للخطة الصيفية لتحسين واقع الكهرباء، تقرر ما يلي: 1- فتح منافذ في جميع المحافظات غير المنتظمة بإقليم لبيع مادة زيت الغاز بالسعر التجاري لأصحاب المولدات الأهلية لسد حاجتهم من الوقود. 2- فتح التسجيل للمولدات الأهلية غير المسجلة لشمولها بحصة الغاز وفقاً لحاجة الأحياء السكنية الجديدة، وبتأييد لجنة يشكلها المحافظ. 3- اعتماد معادلة 2 لتر في 12 في سعة المولدة في 0.6 يساوي حصة المحافظة الشهرية، وبعد استحصال الموافقات الأصلية على الكميات التي أوصت بها اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني 22435 لسنة 2022، وعلى أساس نتائج الجرد التي تم طلبها من قبل اللجنة المشكلة بالأمر الديواني آنفاً، والتي أوصت بزيادة سعات المولدات الأهلية المطلوبة لتغطية جميع مناطق المحافظات، على أن تتم إعادة توزيعها وفقاً لنتائج الجرد.
وأقرت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ما يأتي: 1- تأليف لجنة في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة في المحافظة تتولى إعداد خارطة استثمارية للمحافظة ورفعها إلى الهيئة التنسيقية لغرض دراستها وعرضها على الهيئة للتنسيق بين المحافظات للمصادقة مع مراعاة التوسع السكاني. 2- يخول المحافظ صلاحية تخصيص الأراضي ضمن الخارطة الاستثمارية للمشاريع الاستثمارية ضمن الحدود البلدية مع مراعاة قرار مجلس الوزراء بخصوص المدن الجديدة. 3- قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بإعادة النظر فيما جاء بكتابها بتاريخ 13 شباط عام 2023. أيضا تمت الموافقة على ما يأتي: 1- قيام المحافظات كافة بإرسال مقترحاتهم بشأن تعديل قانون المختارين رقم 13 لسنة 2011 إلى الأمانة العامة لشؤون المحافظات. 2- تدقق وتوحد المقترحات من قبل الأمانة العامة لشؤون المحافظات وترسل إلى مجلس النواب لمراعاتها عند تعديل القانون. 3- مفاتحة مجلس النواب من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء لسحب القانون بغية دراسته والموافقة عليه.